الاوبتيكال فايبر مثل بقية الترانسميشن ميديوم انه يمتاز بميزة انه not lossless or distortionless medium، يعني هو ليس وسط عديم الفقدان. اذا نرجع للسنوات الاولى، يعني السنوات اللي بدأت بها الاوبتيكال فايبر، كان حدود مقدار قيمة الاتينويشن تقريبا للاوبتيكال فايبر هو بحدود 20 dB. بداية استخدامه وتصنيعه كان هو بحدود 20 dB لكل كيلومتر، زين، وبالتالي مقدار قيمة الاتينويشن عالية. الامبروفمنت اللي جرت على التصنيع الاوبتيكال فايبر، تقنيات الحديثة وتطور الهائل، قلل هذا المقدار من 20 dB إلى 0.2 dB لكل كيلومتر، وتقريبا حاليا يعني أقل من هذا المقدار، يعني وصل تقريبا إلى 0.1 أو الأجزاء الأخرى. لكن خلينا نقول إنه أغلب الأنواع المستخدمة بالأوبتيكال فايبر هي بحدود 0.2 dB. زين، النقطة الأساسية اللي أريدها هنا إنه أنا حتى أقلل مقدار قيمة الاتنويشن بالفايبر، الطول الموجي، يعني الضوء اللايت ويف لينث اللي استخدم في الاوبتيكال فايبر ترانسميشن، مر بي خلينا نقول 3 فترات. الفتره الاولى كان استخدم بال 0.85 مايكرومتر، بعدها انتقل لل 1.3 مايكرومتر، بعدها انتقل لل 1.55 مايكرومتر. لذلك كل ويندو من هذه وكل ويندو من هذول الثلاثه يمتاز بميزه، الاهم من عدها او اهم واحدة من هذه الميز هو مقدار قيمه الاتينويشن لكل ويندو. زين، حتى افهم انه الاوبتيكال فايبر اتينويشن ليميت، المحددات الاساسيه اللي عندي او ما هي القيود او ما هي المسببات اللي تفرض، اللي يفرضها الاتينويشن على الترانسميشن ديستنس، لازم اولا افهم مبدا الريسيفر سنسيتيفيتي ومقدار قيمه الباور بادجت اللي هم يعتبرون المحددات الاساسيه اللي تحدد لي الترانسميشن ديستنس اللي استخدمها للاوبتيكال فايبر. زين، وحتى افهم هذه الامور لازم ابدي بالنقاط الاساسيه. هذه النقاط الاساسيه، اولا لازم ابدي اعرف ما هي الاتينويشن سورسز بالنسبه لي، ما هي مصادر الاتينويشن، حتى انه ابدي احدد على اساسها ما هي الليميتيشن اللي يمكن انه اناقشها. زين، اهم 4 انواع اساسيه اللي تعتبر هي المصادر الاساسيه للاتينويشن سورسز هن 4. النوع الاول، اولا هو الماتيريال ابزوربشن لوس، الماتيريال ابزوربشن لوس. زين، بالنسبه لهذا النوع او سبب المصدر الاساسي لهذا اللي عندي، هذا هنا عندنا نوعين نسميهم النوعين الاساسيين للماتيريال ابزوربشن لوس، هما نصنفهم بهذا الشكل. اما يكون هو انتراسينج او يكون هو اكسترانسينج، نوعين. النوع الاول او المصدر الاساسي الاول من مصادر الاتينويشن بالاوبتيكال فايبر هو الماتيريال ابزوربشن لوس، هذا الا مسببين، اما يكون هو نسميه ذاتي او خارجي. زين، بالنسبه للنوع الاول اللي هو الانتراسينج، هذا اللوس انتراسيك لوس، السبب مالته هو نسميه الاتوميك ريزونانس اللي هو الرنين الذري للفايبر ماتيريال، لطبيعه الماده المصنعه للفايبر، وهذا تقريبا يحدث بالنسبه بحدود الانفراريد واليو في رينج، بالاي اف رينج واليو في رينج. زين، بالنسبه للاكسترانسينج ابزرفيشن، السبب مالته هو الاتوميك ريزونانس، لكن وين؟ بالاكسترنال بارتيكلز الاوبتيكال فايبر، وكانه هذا بالنسبه يعني هذا ذاتي هذا خارجي، اثنيناتهم المسبب مالته هو عباره عن الرنين الذري الاتوميك ريزونانس، لكن هذا بالنسبه للفايبر ماتيريال، هذا بالنسبه للاكسترنال بارتيكلز للفايبر. زين، من اهم انواع الانواع المعروفه بالنسبه للاكسترانسيك ابزربشن لوس هو اللوس اللي ناتج بالووتر وول او بالاو اتش باند. زين، هسه هذا النوع الاول او النوع او المصدر الاول من مصادر الابزربشن الاتنويشن بالسورس بالاوبتيكال فايبر. المصدر الثاني اللي هو السكاترينج لوس، مصدر ثاني من مصادر الاتنويشن هو السكاترينج لوس. بالنسبه للسكاترنج لوس هنا انا عندي 4 انواع، يعني المسببات مالته 4 انواع. هذول الـ4 انواع هم
واحد اثنين ثلاثة أربعة. النوع الأول نسميه بالرالي، يعرف بالرايلي سكاترينج. النوع الثاني نسميه المية سكاترينج. عندنا النوع الثالث البرليوم، والنوع الرابع هو الرامان. زين، ناخذ واحد واحد. بالنسبة للنوع الأول اللي هو الرايلي، ويعتبر هو طبعا أهم أنواع السكاترينج لوس بالنسبة للأوبتيكال فايبر. بالنسبة لهذا النوع، المعادلة ما تدعي تحسب مقدار قيمة الاتينويشن هو عبارة عن سي آر في واحد على لامدا أس أربعة. فبالتالي هو أولا يتناسب مع لامدا أس أربعة. طبعا هذه الوحدة ما تهي دي بي لكل كيلومتر، باعتبار هو ديسبيرشن، فدي بي لكل كيلومتر. زين، بالنسبة للسي آر هو هذا عبارة عن نسميه الرايلي سكاترينج كوفيشنت. هذا السي آر الوحدة مالت قياسه حتى يطلع عندي الناتج بالدي بي لكل كيلومتر، فهي راح تكون دي بي لكل كيلومتر لكل مايكرو متر أس أربعة. حتى من أضربهم يخسر عندي اختصار، يبقى عندي دي بي لكل كيلومتر. زين، هذا النوع هو النوع الأهم من أنواع الاتينويشن أو من أنواع السكاترينج لوس. بالنسبة للسي آر هذا الكونستانت أو الكوفيشنت هو بحدود قيمته من 0.8 إلى 1، هذا الكوفيشنت. زين، بالنسبة لي هنا أنا هذا الكوفيشنت هو طبعا مهم ومؤثر على كيفية حساب مقدار قيمة الألفا آر. يعتمد على أو هو نقول هو فانكشن دالة لي الرفراكتيف اندكس ديفرنس ما بين الكور والكلادينج، وما بين الكور دايمتر و طبيعة التايب بالنسبة لنا للدوبد ماتيريال. بصورة عامة انه كل ما يكون عندي الرفراكتيف اندكس ديفرنس ما بين الكور والكلادينج عالي، كل ما يكون عندي مقدار قيمة الرالي سكاترينج كلش كبير. زين، اذا اريد يعني خلينا نقول المتعارف عليه او خلينا نقول بالمقارنة ما بين الانفراريد ابزرفيشن ومع الرالي سكاترينج، الانفراريد ابزرفيشن هو مهمل او يمكن اهماله مقارنة بالرالي سكاترينج، لذلك يكون هو اللي هو الجزء الأهم. زين، بالنسبة للو اتنويشن ويندو اللي هي تقريبا تكون بال 1.3 وال 1.55، هذول التو ويندو مثل ما ذكرنا انه يمتازون. هذول التو ويندو ذكرنا هنا انه انا عندي اللايت ويف لينث ترانسميشن بالاوبتيكال فايبر مر بثلاث، خلينا نقول ويندو. الويندو الاولى كانت هي بالبوينت 8.5، لكن حاليا هو يستخدم الاغلب هي 1.3 و1.55. هذول التو ويندو مقارنه بهذا الويندو هم يكونون الاقل سكاترينج لوس او الاقل اتنويشن لوس، لذلك هم الاكثر استخداما باللايت سورسز في عمليات الاوبريتنج بي مقارنة بـ 1.85 ويندو. زين، إذا أريد أخذ هسه بالنسبة لي المقارنة ما بين الرايل والمية، هذول اثنيناتهم يصنفون على أساس أنهم لينير سكاترينج. السبب أنه البارشال باور مالت البروبيجيشن مود اللي جاي تنقل، أنه هذا الجزء من الباور مالت هذا المود راح يصير بها عملية راديشن مود، تنقل من البروبيجيشن مود الى الراديشن مود بسبب عدم التجانس اما مع الريفراكتيف اندكس، وهذا يسبب لي الرايلي، او عدم التجانس مع الويف جاي سيرفيس، وهذا يسبب لي المية. بمعنى انه هذا النوع من انواع السكاترينج سببه هو الانهوموجينسيتي ما بين الريفراكتيف ما بين الويف جاي سيرفيس، وهذا سببه اللي هو الرايلي، عدم التجانس بالريفراكتيف اندكس. زين، بالنسبه لهذول النوع البريليوم والرامان، هذول نصنفهم بانهم نون لينير سكاترينج. هذول لينير سكاترينج، هذول نون لينير سكاترينج. هذول شو راح يصير عندي، انه جزء من القدره مالت بروبيجيشن مود راح تنقل الى المود اللي يمتاز ب ديفرنت فريكوانسي. زين، عمليا البريليوم والرامان سكاترينج هم ذولي يحتاجون الى قدره كلش عاليه، تايبيكالي توصل ما بين ال 100 ملي واط بالنسبه للبريليوم وواحد واط بالنسبه للرامان. لذلك انه اذا كانت عمليات النقل مالتنا تكون هي ضمن الـ نسميها الفيو ملي واط، ما راح يكون ذولي مؤثرين، لانه التاثير مالتهم يظهر متى ما كانت عندي الباور مالتي هي من ال 100 ملي واط او بالواحد ملي واط بالنسبه للرامان. زين، هذا السبب الثاني. السبب الثالث اللي عندي من أسباب الاتينويشن
هو البندنج لوس. البندنج لوس، البندنج لوس هنا اولا السيجنال مالتي بالاوبتيكال فايبر راح تعاني من الراديشن لوس بسبب البند وبسبب الكيرفز اللي هي اللي المسببين مالتهم شنو هنا، بسبب انه راح يتولد عندنا ما يسميه احنا بالمودز الهاربه، الانماط الهاربه او المتلاشيه. زين عمليا البندنج لوس مو مؤثره ويمكن اهمالها، لكن اذا كان الترانسميشن مالتي ترانسميشن لاين طويل وكان يحتوي على العديد من التيرنز من اللفات، عمليه التراكم للبندنج مود راح تكون مؤثره. لذلك تعتمد على يمن على الترانسميشن لاين والطول مالته، اذا كان هو قصيره او متوسطه يمكن اهماله، لكن باللونج ترانسميشن لاين راح يكون مؤثر عندي البندنج لوس. التاثير مالته هذا اذا كان يعني بالترانسميشن لاين طويله يمكن انه قليله عن طريق استخدام الام اف دي، وبالتالي راح يقلل عندي مقدار قيمه البندنج لوس. زين النوع الرابع اللي عندي من انواع او مسببات مسببات الاتينويشن، النوع الرابع او المصدر الرابع اربعة هو الكابلينج اند الاند العفو السبليسنج لوس. زين المشكلة اللي عندنا انه احيانا يصير عندنا قطع، احنا قلنا السلبيات من السلبيات الاساسية للاوبتيكال فايبر او النقطة اللي تأخذ على الاوبتيكال فايبر انه قابليتي على القطع باعتباره مصنوع من الزجاج، وبالتالي هذا الزجاج له قابلية على الكسر. فمن يصير عندي عملية كسر ألجأ إلى عملية شنو، إنه عملية الجوين. بالنسبة لنسوي عملية جوينينج، عملية الجوينينج هذه راح تسبب المشاكل. المشاكل هذه هي ما يسمى عليها يطلق عدم بالكابلينج أو السبليسينج لوس. شنو هذه؟ نقول إحنا اللاي سيجنال راح تعاني من الاتينويت بمناطق الجوينينج هذه بسببين، وهذول السببين نطلق عليهم يعني هذا اللوس اللي ناتج عن الكابلينج او السبيسينج، هو اما يكون مصدره اكسترانسينج، المصدر مالته يكون خارجي اكسترانسينج لوس، وهذا قد يكون سببه يعني يكون خارجي، اما بعدم المس الينجمنت بالكور سنتر من يسوي عمليه مثلا انه جوينينج ما راح يكون عنده تطابق بالكور سنتر هنا، وهذا راح يسبب لي مشكله، الضوء راح يجي راح يكون عندي مشكله هنا. هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه قد يكون عنده بسبب التلت الانحناء او بسبب الاند جاب الفجوه الهوائيه اللي تكون بالنهايه، او يصير بسبب الاند فيس اكواليتي. اربع اسباب هذه نسميها الاسباب الخارجيه. اما اولا يكون عندي المس الينجمنت بالكور سنتر، الانحناءات اللي تولد عندي، او يكون عندي الاند جاب، او يكون عندنا الاند فيس اكواليتي. المسبب الثاني اللي هو يكون ذاتي او داخلي الانتراسيك لوس، هذا راح يكون عندي اما بسبب الكور انه طبيعه الكور يكون هو عباره عن البليسيتي عدم التجانس مالته، او المس ماتشنج بالرفراكتيف اندكس من سوى عمليه جوينينج ما راح يصير عندي تطابق بالرفراكتيف اندكس، وهذا بيكون عندي عدم تطابق بالرفراكتيف اندكس راح يسبب لي لوسز، او يكون عندي مس ماتشنج بالعدم تطابق بالمود فيلد دايمتر، باعتبار هذا الى مود فيلد دايمتر هذا الى مود فيلد دايمتر قد يكون هنا يتولد عندنا عدم تطابق. عمليا مقدار قيمه الكابلينج لوس او اللوس بسبب الكابلينج يتراوح بحدود ال 0.2 دي بي، واللوس بسبب السبليسنج تقريبا بحدود ال 0.5 دي بي.